لا مرمر ما يعرف. لا مرمر انت الحالة. احنا اليوم كم؟ احنا اليوم 46. احنا ما ندري، احنا لو ندري ان احنا اليوم كم، احنا هذا اليوم 46. احنا ما ندري، لو ندري ما قلنا ليش ندري. ندري عن المرمرة بس. احنا تمرمر اوكي بس ندري ما ندري. اذا وصلت كنا ندري قبل. اذا وصلت اليوم 8 ايش بتسوي؟ ما ادري. احنا ما ندري لو وصلت يوم 8. احنا ما ندري احنا ما ندري نوصل 8 ولا ما نوصل 8. احنا ندري ان احنا راح نوصل 8 بس ما ندري ان احنا راح نسولفنا، فهمت؟ فاحنا ما ندري ان ندري ندري. ولو وصلنا اليوم 8 نقول هذيك المره كنا نسولف على عيشه ان على المرمره. نعم نعم. تعال تعنيه خايب بدي استخ هذا اقول لك اسف تعنيه نيه نيه شفت ال عز عجاي عباس عجاي عباس شفت ذيك المره يوم شو اسمه هذيك المره يوم رحنا ذيك المره هذا بعين عمي هلا والله فيوم تمرمرنا عشان الله يمرمرهم اقرب تمرمر من الغيوم المهم زين هباس تمرمر ولا هباس وين وين بس يوم تمرمرنا ما احنا ما ندري راح تمرمر مش يوم احنا دراينا انه راح تمرمر ما دراينا انه احنا تمرمرنا اصلا من يوم زين تمرمرنا ذاك اليوم مرمرنا زايد معنا مرمرنا يوم المرمرنا ما مرمرنا منه اهم شيء ان المرمره سلمنا منه لا ما سلمنا قبل مرمر حلو اي والله اليوم مرمره اليوم تمرمره لين قلنا مرمره تمرمره زود مرمره ما ادري وش هي الحب صح النوم روح بس هذه بلا مرمره نجم اليوم ترى انا نجم الايام كلها مو بس عيد العين ايها تعجبني فيها النرجسيه اي والله انت تمرمرت انت تمرمرت في اليوم تمرمر بالعافيه انعم 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 نعم تمرمر غزب زور حاتم انت لا تثبت المقوله اللي ما ودنا نقولها ها تمرمر على ذات العجوز يعني وش اللي قلت لك؟ قديم ايه يعني متمرمر دائما متمرمر طبعا يعني الله يسامحك قال الله يمرمر اشوف الشيء براسي هذا هو المتفرغ بالصوت تاعك هاي شوف يا غد والله كيف مرمر مرمر نمر الله يستحضره نضربكم يا انا وش بس انا نعمت زاحد الواحد اللي شاف صبت غيره تون عليه مصيبه صحيح يوم تمرمرنا ذيك المره بس طلع حمي انا همك واحد لا لا اي والله الله يسلمك لا لا يعني ابو بارد تمرمر وبعد بعده الله يسلمك لا الهبوب البارد هذول وش عندكم مبادرات للوقت يا اخوان؟ من اسفر الوقت ونعم اشعل وناصر حالك زود يا حبيبي شو تمثيلية؟ اللي حسه بيبدع والله ولا قصر ابو علي ناصر مش اللي بس هذا ابو فرج شهادة تقدير مبدع فيه يستاهل ما جهله يستاهلها دورك فكرتك اليوم بعد ما في الليل انا كنت مجهزها المبادره خاصه بالوقف حلوه بس لو حطيت انا شعار كذا بنس او كلمه قلت للعيال الله يهديهم قلت يا عيال اكتبوا توقيع بس كذا انا المطعم انا المبدع وقع بس لا تسقط قلنا ما سقطت على احد انا قلنا نزيد التوقيع ها لعيبه شايفنا وقع على نفس ما قلنا ونكتب العنوان نجي كريبت العالمي شفنا فيه واحد زين سواد زايد من الطبي عجبتك زايد المكرونه ايه وانا اول طلع له يعني تمرمر دائما انت واجد زايد يطلع بروح فيها والله انا بيذبحنا الجوع زايد امور شو طباخ في النوم زي الحين ما هو شو تمرمر انت اي تكفى تطبخ كيف بس خلنا على زايد إذا طلع زايد نكتشف الموهبة حقه إن شاء الله ما يطلع إن شاء الله
زاد اليوم 90 قال الله ولا قصر مو باقي عزوز شعورك لو دخل الجنة واستبعدك شنو يعني يعني شنو شنو لو دخل الجنة واستبعدني عقله من هو شو من هو عبد العزيز سويبة أمه أنا أبوه دخلني أنت مكلف بغيتك عنصر فرعون ما عاد مكلف علي أنا طال عمرك تبي عقل تعقل عقله الحين خلاص من أعيش بس إيش كانت المخرة والله جدولنا على الهباس اليوم جدول الصبح علم علم اسمع علم والله المقطع بيبي انت شو فيك هو حاله مقتطفات من نعم كواليس الصباح اي مقطع الصباح اللي هو صوروه الدعوه جاعد ما كنا بنرجع انت متحلقت ها ابد حكيت راسي يا حلاق 10 قوموني حلقت قومناك شفتكم لا هم حلق والله اليوم جم جا حلاق العصر ايه العصر زعد زعد يعني انت قاعد تمرمر الحين بكورونا ايوه مع مكرونة ايه مرمره ما يقصد ضحك لا ما حد درى ولا حد بدأ يعني من محاولة كنا من هذي يا والله الله اني ما دري ني طقطق يا عيال من اليوم طقطق واضح ان ريان طقطق انا كنت بدي اختبركم لو عاد دوب صاحي ابي اشوفه صاحي مع جوال مع جوال ولا تقول زي كذا والله انه وزرنا سبحان من انشب ريان يا رجل سبحان من انشبك يقول لا تعمل بطاطس لك في الثلاجه باع نفسه بيضل هاجك والله هذا اختبار لكم لكن ما حد يفهم الا العشره اختبار اخواتك انا طلعت مكتب من السالفه لا انت الحين مسؤول ما تدري ايش عليك من الواقف اي والله مرمر زماني نزل تحت ثم جلستك مرمر زماني لا ايش تسمي مرمر زماني يا ولد استحاجك ايش مرمر زماني وش اسم مرمر زماني انا بسوي جلسه مرمر زماني مرمر زماني سنها قيادتك ممتازه وك عرسك متى بعد بكره يا ملك ها 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 كل شيء هذا قال خارج السياق ها 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 تخيل تخيل انك زوارك الثلاثاء عزم على الشاشه اسمع زوارك الثلاثاء يا خالد استبعد العصر ولا وتروح شهر عسل يوم السبت ينقبوك من البيت شهر عسل يا خالد شهر عسل وين تروح؟ الشهر العسل تبي يجي شنو؟ امارات ولا؟ لا هو خشب وين رحت؟ جنوب يا جنوب ما رحت شهر عسل؟ شفت ما في خسائر ولا شيء ولا انت تقول مكة ما رحت مكة بالله ابو خشمان ما رحت كنت مخطط صار ظرف ووجهت كل شيء ورحت عادي احسك زواجك كان في كورونا كورونا صح؟ على كان في كورونا صح زواجك؟ والله اني داري ما كنت تقدر تشاف انا كان ودي الرياض شهر عسل حالي والله تستحق كل شيء فيها كل شيء في كل حاجة يبارك التوفيق. حتى زايد حتى نوع موجود جيل العافية تحلى من شباب كل شيء حتى الحين نسخة صار فيها ورعاية يلعبون واجد كذا
شوف خشمان ماجد ماجد عادل امس عقاب طينا اخر فرشه تصير كارشه اخر كرشه تصير فرشه ما مقوم واحد ابوها هك شي ترى ولا شي والله شي ترى يلا جهز قصة عرس في ذمك في ظل وجهك اي والله نصاع كف والله ترى كنت تجي معي اللي يجون يمشون اي ابلاخي ما يحتاج خشمه يا اخي طوني قام ميته قفل السلام رجع تكه جيه انت والله بدي اشرف في المكان ثاني خبره اي كم تتصل اي شخص تتصل يا طويل العمر الاشخاص لكن الجلسه 5-6 مختلفين ها طيب يجون جوزو فيها عادي بعد بكره مثلا انت موجود انت في دمك جلستكم انا جلستكم ما حد يجيها انت ما انت موجود اللي تجونها اه حلو حلو هي تبع الجهه الشماليه اي لكن ما هو يجي الواحد يخرب ولا يكسر لا على فاس لا على فاس على فاس اي تعال تعال والله والله ايش فيك انت حرامكم عبد الله لا لا والله ما في مايكك ما عاش من يزعلك والله ابو عبد الله والله نصاب ما خرب منك والله ابو خشمه الله انت طيب ورفقتك طيبه اي والله نصاب يعني ما خرب عبد الله مصدق لا ها ما في شيء والله ما خضر الشيء جروحك قلت لك جروحك مش ما تكون شنوحك؟ ما دخل شنو؟ مثل عانة أنت بس تقولون لا عانة يقولون معنا عادل يقول عانة قل لا والله يقول عانة أنت لو إني أنا مثلا أنا أجينا من عادل تبي تعرف إني أنا من وين وعادل من وين؟ شلون معك؟ وأنا تبي تعرف إني زي لا جاني طروحي يا غد ألا أنت من الشمال واضح لك من الشمال أيه. بس ما أدري من أي تنتمي إلى قبيل كذا أيوة إيه بس لكم لهجتك واضحة من الشمالية. أنا أبك عانة عنو أبك حد عنو تقولون أبك أنت؟ آه الهمام كنت وين أنت؟ الهمام قول زيكا الهمام تقولونها؟ أجوش والله حسبنا احنا ما غير نقولها تعشيتوا؟ إيه الله يبيض وجهك يا بعدي والله كفو يا لبة سبدك يا أبو فلحان ماضي كانت تخبي الأحوال جزاك الله خير اللي تكفل بالزواج بيضة ولا واجهة؟ واجهة تبي تتزوج ابو خشمان؟ لا والله يوس سبحان الله شبك اشيله ولا تشيله؟ لا اشيله اشيله انا اشيله انا بيضة وجهك يا ابو انا اخر من قام ولا اللي قام عقبي من ما بنت؟ انا مخلص قبل ما لي لزوم قم انا شيخه
ما هو بشيخة بعض الناس. تعال حاتم حاتم. هاي فوجي حاتم. فوجي كماضي شيخ. حاتم. حاتم. فوجي الشيخ. حاتم. شف ما بيعني أنك أني بزوجك تقزلها على الشيخ. هاي وزيك فوجي. هلا بشيخ. لا تسوي دخلية لين تعدى صوتك. ولا تسوي دخلية صوت عليا. لا. الله يا هي أسبوع بيجي كفو. بس شف. أخونا والله مايكي طافي.